السلام عليكم. انا ساكنه في صنيه دغمه، مشيت نسخن في صنيه دغمه. هي سوا الا كانت تبعاني، مشيت عند الجزر عطاني السخيره، مشيت عند مول الجداد عطاني الجداد ديالي، خرجت في حالي باش نكف التاكسي بارادا ونجي. حين جيت التاكسي بارادا قلت نعبي النعناع والاصبر، مشيت عند ديك الرجل قال لي عندي الاصبر وعندي المعدنوس وهذيك ما عنديش، النعناع ما عنديش. ايوا قلت ديك الساعات حين هي اتصلت معايا قالت لي الحاج انا ميسك تي ما ميسنيش، قلت له لا ميسكش يا بنتي. قالت لي انا مش نسولك هذا النعناع ونقيلك فيه النعناع حور ونجيبه لك. قلت لها وهاك الفلوس؟ قالت لي لا حتى نجي. عطاتي واحد الفيفه، واحد الصغير واحد الفيفه فيها غير شاوج ديال العواول كيلعبوا فيهم العواول مونيكوس. زيد قلت لك مشيت معها قدام ديك الكوموساري اللي قدام الصنيه داك ماشي هذيك قدام الدوتشات السي احمد. هي تما جلست، هي جلست تما ومشات تعطلت عليا سيدي بزاف. عاد جات قالت لي انا ما صبت لك شي نعناع، قلت لها صافي غا تشوف لي التاكسي نهبط في حالي. زدت هي قالت لي انا في الجمعيه. قلت له شنو لك انا ودا كنت في الجمعيه؟ قالت لي لا نعطيك شي بركه تفرق علي. قلت لها لا، قالت لي قلت لها لا 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 ما كنخرجش حتى من الدار ديالي نعطيك نفرق، مشي عطيت شي في سبيل الله. زدت هي قالت لي تو نتينا مشي نزول لك هذا النبي ملعب بيه مشي. لا انا كنمشي في التاكسي بارادا حتى الباب وكينزلني انا ماشي متلوفه. قالت لي لا 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 لا, لا اليوم ما فلت لك شي حتى نقيهم لك في الاوفا. ايوا زولت لي ديك النبايله، خايف حد يقول لك عقلك سيبت عليا شي حاجه. فنيت فنيت بزاف، خليتها زولاتهم واتوا في واحد السبنيه ثلاثه د النبايل من ديك الكبيرين وحده في الوسط دي الذهب. ايه الذهب والله خير، ولا واحد مليون ونص زياده. ايوا قلت ديك الساعات كبت وجيت، كبت صبرت مني مطبوخ عليا كيقول لي فين مشيتي حتى تنجي من هذه من لعب شنيا هذيك كيمشي يعوموا فيها. قلت له مشيت مني ندبر عاود شوش هيدا ندور هيدا شوش. ايوا حين فتت نصيف الاوفا خايش حاسح كانوا عندها غا في الدار كيلعبوا بها العواويله وشنيه، حشتهم لي في الاوفا عبات لي الذهب. البارح عطاوني مساكن الصنية ضرب الكاميرات كاملين ولا شبرناها، وانا عملت هذيك بها عند المخزن الحمد لله. اي والله يجعل البركه اش ماشي نعمل. واذا كانت مكتبه شي حاجه في الراس لا بدات تودا. مد بالك عندي 15 سنه وزياده صاهم لي ولادي اهم لي في يدي، ما نسخاش نزولو من يدي عمري ما زولتهم. ايوا المكتب ما عندك ما تعمل، الله ياخذ الحق فيها سيدي. واذا مشيت تعدى على شي واحد اخو الله يجيبها لها.